10 كثير حلوة. ما لها حلوة شو يعني شو هذا؟ كذابة؟ ثلاثة فيها صراحة. ثلاثة أربعة. أربعة؟ عشان خرشوا جاي خرشوا ما خرشوا يمكن بعطيها 100% واحد مو كل هالأضلاع عاضل. مرحبا كيفكن؟ شي يوم سألتوا حالكن انه انا كيف بشوف حالي وكيف الناس بتشوفني؟ هل في فرق بين انا اللي بشوفه والناس اللي بتشوفه ولا لا نفسه؟ اليوم رح نحل هاي المعضلة ونحاول نعمل تحدي صغير يخلي الناس تعرف كيف الناس شايفينهم وكيف هن شايفين حالهم، وعن طريق انه الناس رح تقيم شكلها من 10، رح قلنا معلومات عنها ورح نعرف شو بتشتغل ورح نصورهم ونعرض هاي الصورة على الناس التانيين، هل رح يعطوا نفس الشيء ولا رح يكون في اختلاف؟ هلا لازم تحضروا الحلقة لتفهموا شو عم يصير، حلقة قوية وتخليك تعرف الناس كيف بتفكر، تخليك تعرف انت كيف بتشوف حالك والناس كيف بتشوفها. حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، خلينا نبلش بالحلقة. كيفك؟ تمام. شو اسمك؟ نرمي. برأيك الناس بيشوفوكي مثل ما انت بتشوفي حالك؟ بجوز بيشوفوني احسن. بيشوفوكي احسن؟ شلون بتشوفي حالك انت؟ شو الفكرة؟ يعني انا ممكن مرات بفكر بطريقة شريرة ما بيحسن العالم يعرفوا فيها يعني. هلا الناس ما بيقدروا يعرفوا شخصيتك، قصدي كشكلا مثلا، اول شيء كشكلا اذا شافوك شو بيقولوا بتشتغلي؟ دكتوره بيقولوا بس انا يعني شوي عصبيه شوي شوي نعرف شو بدنا نحكي من الاول. طيب قديش انت بتقيمي شكلك من 10؟ هلا كل حدا اكيد مغرم بحاله يعني قديش بس من 10 يعني ممكن 7 8 دي رقم 7.5. طيب الفكرة اليوم انه انا اخذت منك هاي المعلومات، انت بيشوفوك العالم دكتورة، انت شو بتشتغلي صحفية؟ ايه انت حدا عندك شوية عصبية، هن بيشوفوك رايقة، بتقيمي شكلك 7.5. اليوم انا رح خلي العالم يشوفوك ويعرفوا هن شو بتشتغلي وشو هيك فيكي صفات معينة وقيموا شكلك من 10. اوكي. عندك مشكلة؟ لا. بدك تعطيني 3 معلومات واحدة منهم كذب. نكدية. هي جد ولا لا كذب؟ انا كثير هيك فرفوشه. طيب ودك وشو اسمه صحفيه؟ صحفيه. شو المعلومه الثانيه؟ صريفه. كثير صريفه هي عن جد، وصحفيه ونكديه هي كذب. ايه نكديه كذب. هلا انا لا فرفوشه شوي كذا ما بنكد كثير. احنا بحاجه انه ناخذ لك صوره ونورجي الناس ليقدروا يقيموا هذا. مو هيك مباشره يعني صوره وبدي ورجيهم، لانه اذا كنتي مباشره راح يقولوا والله تعرفي العالم. لا ظريفة الصورة حلوة. ايه هي اخذنا الصورة، هلا رح يجي حدا رح نورجيه هي الصورة. اذا شافوك الناس شو بيقولوا انه انت ممكن تشتغلي؟ دكتورة. ليش كله مصر على الدكتورة؟ اليوم كان عيد ميلاد وكل عمل ان شاء الله تصير دكتورة وبالبالك الدكتورة ما بعرف شو كله هيك شايفك دكتورة. طيب عم اعمل شغلة، عم شوف الفرق بين تفكير الناس بحالهم وتفكير الناس فيهم. هلا المقابلة اللي قبلك هي قالت عن حالها انه هي شكلها 7.5، قد ايه بتعطيها شكل من 10؟ يمكن بعطيها 100% 100% او 100 من 10. كثير حلوة كثير حلوة. يعني هي اعطت حالها 7.5، بدي رقم من 10، قد ايه بتعطيها؟ 9 من 10. 9.5 من 10. 10 من 10. طيب اذا طلعتي فيها شو بتقولي انه هي بتشتغل؟ انسه. ليش انسه؟ انه هيك خرج تدريس قوية. شخصية قوية شكلها. شو صفاتها هيك بتحسيها عصبية رايقة هادية؟ هلا هي ببين انه مثلا عصبية بس هي طيوبة، بس اذا حدا زعجها بتكون عصبية كثير. يعني عصبية شوي. ايه. في 3 معلومات اعطتني اياهم، وحدة منهم كذب، بدي اياكم تعرفوا شو هن الصح والكذب. الثلاث معلومات اعطتني اياهم انه هي بتشتغل صحفية، وهي صريفة وهي نكدية. شو الصح وشو الكذب بينهم؟ ما بتشتغل صحفية يا الله. ما بتشتغل صحفية، يعني معناتها نكدية وصريفة. ايه. ما راح اقول لك انا، خلص شوفي الحلقه بتعرفي انت. شغله ثانيه، اذا حدا شافك شو الصفات اللي بياخذها عنك مثلا؟ حدا عصبي، حدا رايق. مشكلجية وطيوبة بس عصبية. بقول هي مشكلجية بس طيوبة بس عصبية هيك بنفس الوقت؟ بدي صفة واحدة. عصبية بس كمان طيوبة بس. شوف هيك بقول عصبية. ايه. إذا بدي لك قيمي شكلك من 10، قديش تعطيني؟ 10 من 10. 10 من 10. ثقة. ايه. 10 من 10. قيمتي حالك قديش؟ 10 من 10. أعطيني 3 معلومات عنك، واحدة منهم كذب. أنا عصبية. عصبية، هي صح ولا كذب؟ لا أكيد صح. شغلة ثانية. صريفة أكثر من لازم، بشوف حالي. شايفة حالك. هي كذب. شايفة حالك وعصبية. شو الثالثة؟ كثير بحب أتصور. كثير بحب أتصور؟ هدول 3 معلومات، هدول رح ورجيهم لحد. لحالك كثير كذب. كذب، يعني الصح هو إنه بتحبي تصوري وعصبية. هدول رح ورجيهم للناس ونشوف إذا بيقدروا يصيبوا ولا لا، شوف قديش رح يقيموا شكلك من 10. ورجيك الصورة؟ هي الصورة حلوة، أخذنا الصورة، هلا بدنا نشوف الثالث، الشخص الثالث شو بده يحكي. هي صبية. تمام؟ طلعت معنا بمقابلة، قد ايه بتقيموا شكلها من 10؟ 6 من 10. 6 من 10؟ وأقل. ليش؟
مالها حلوة شو يعني شو ها؟ يعني يعني 6 من 10. ايه شو تتوقع هو انه هي بتشتغل بمحل تياب؟ محل تياب وزيادة. شو بك انت؟ طيب سوري انا اسف والله انا اسف. هي حكت عن حالها 3 معلومات، معلومتين منهم صح، الثالثه غلط. انه هي عصبيه وشايفه حالها ربي شوي عصبيه وشايفه حالها. شو الثالثه؟ ايه بتحب تتصور كثير. شو منهم الكذب شو منهم الصح؟ شايفه حالها كذب. شلون عرفت انه شايفه حالها كذب؟ هي صح بين من على ملامحها انه طيوبه وهيك لطيفه وكذا. كثير لطيفه. مو قال لك انت عم تقولي مدري شو مدري شو؟ شو ما انك انت فايتك بالجو كذا. قديش بقيمي شكلك من 10؟ 10 من 10. الناس لما تشوفك شو بتقول تشتغل؟ انا حلاقه. اني لما يشوفوك بيقولوا انه انت تشتغلي حلاقه ولا لا؟ عادي مو كله. شو صفاتك لما تشوفك العالم بتقول لك انه هيك صفاتك؟ طيوبه. شو بيقولوا؟ طيوبه مغروره. طيب بدي اياك تعطيني 3 معلومات. واحدة منهم كذب. 3. بتحب تصور مغروره نكديه. غير بتحبي تصوري وغير نكديه. النكديه هي الكذب. انت فينا نقول كذابة هي كذب ولا صح؟ صح. كذابة؟ لا ما هي كذابة. عم تقولي لا ما بكذب. عم تقولي انا مضطرة اكذب. انت عم تقولي لي كذابة صح؟ بتكذبي ولا لا؟ لا. طب يعني هي كذب؟ ايه. طيب شو المعلومة الثانية اللي بناخذها؟ انك حلاقة، انك تشغلي حلاقك كوفيرة. ايه انا حلاقة. ايه هي معلومة صح، بدنا معلومة ثانية. شايفة حالي. شايفة حالك، هي عن جد؟ ايه. اوه ماي جاد. يعني انت يعني انا المعلومات الثلاثة اللي بتقولي لي اياها شايفة حالك شغل كوفيرة وكذابة. لا ماني كذاب. هي معلومة كذب، معلومة كذب. بس اللي بدك اياها. ايه هي معلومة كذب. ايه ماشي. فأنا بس انا اخذ صورة. نرجع بناخذ تقييم، قيمتي حالك قد ايه؟ 10 من 10. طيب قد ايه بتقيمي حالك كشكل مشان؟ بس انا؟ قد ايه يطلع؟ 7 من 10. 7 من 10. ايه. اعطيني 3 معلومات عن حالك. اني كثير نفسية. شو كذب ولا صح؟ كذب. العالم بفكروا عني هيك بس انه انا مهمة. ومهضومة. اي صح؟ ايه. وبحب احكي مع العالم. بتحبي تحكي مع العالم؟ اوكي خلص. قبل ما اشرح لك شو فكرة الحلقة، تفضل. بدي منك تعمل شغلة. هي الصبية اللي على اليمين. ليش تقيمها كشكل من 10؟ اللي على اليمين؟ ايه. تقريبا 7. اللي على اليسار؟ كأنه اختها هي. ما بعرف يعني. احنا عم نحكي على الشكل. نفسها يا اختها. شو نفسها يعني شو؟ عاملة نسخ الظل يا زلمة. شو نفسها؟ بلا هيك بتشبهها كثير. إذا بتشبهها بس مو نفسها. تقريبا نفس الشيء يعني. 7. 2 7. طيب إذا بدك تطلع هي الصبية هون شو بتشتغل ممكن من شكلها؟ مثلا مندوبة مبيعات. مندوبة مبيعات. محل ألبسة. طيب. محل مكياجات. كشكل شو بتقول صفاتها؟ هي يعني عم بحكي أنا. عطتني 3 معلومات هي عن حالها، واحدة منهم كذب، قالت لي إنه هي كذابة ومغرورة وبتشتغل كوافيرة، شو الكذب بين هدول 3 معلومات؟ 3 فيها صراحة. ثلاثة فيها. شو عرفك انه ممكن تكون كذابة؟ من وشها، من تعبير وشها. من وشها ممكن تكون كذابة؟ هلا كذابة ما بعرف، انا ماني معاشرة. بس هلا مغرورة بجوز تكون مغرورة. ايه. كوفيرة. كوفيرة كمان بجوز تشتغل كوفيرة، ما في مشكلة. يعني كذابة مو. هي بتشتغل كوفيرة بس. كذابة مو متأكد. بفهم عليها كذابة لأن أنا ماني معاشرة، ما بعرف شو يعني. هون عم تقول إنه هي بشوفوها 3 صفات، إنه هي مغرورة أو شايفة حالها وبتحب تحكي مع الناس كثير ومهضومة. شو المعلومة الكذب؟ هلا أنا بالنسبة لي إنه شايفة حالها، لا ما أنا شايفة حالها. يعني مهضومة وبتحب تحكي مع الناس من عيوني يعني ما بيني. طيب قديش قيم شكلك من 10؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. انا ما بقيم يعني. قل لي رقم. 7. 6. 7. اعطيني رقم 1. 7. شو بتشتغل؟ انا خياط. شو بيشوفوك العالم هيك لما يشوفوك شو بيقولوا بتشتغل؟ بيقولوا لي بشتغل محل البسه مثلا. بشتغل محل ثياب او محل موبايلات اوقات انا. ليه؟ ملسن تاخذ تعطي. ايه باخذ وبعطي ملسن. الشغله الثالثه، شو هيك بشوفوا صفه عنك؟ عصبي، رايق، هادي. هذه لأبعد الحدود يعني. هيك بيشوفوك العالم. طيب مالي كذاب. هي صفة انه انت ما بتكذب. ومالي مغرور. يعني متواضع كثير لأبعد الحدود يعني. وشغلك؟ شغلي انا قلت لك شو بشغل. خيو يعني هدول 3 معلومات، شو الكذب منه؟ ما في ولا هذا كذب. لا حبيبي لا باب. لازم تفهم الفكرة. بدي واحدة كذب. والله ما بعرف. هي معلومة كذب طول يوم عم كذب وقفت عليها. هلا انا كنت كذب كثير بيني وبينك يعني بس مو هلا. ما في ولا معلومة كذب. أي شيء بيخطر لك. يعني مثل شو؟ سهل علي. طولك مو مبين، هي على الصورة بتبين طولك مثلا 190. نفترض 190. طولك 190. أنا هلا مضطر آخذ صورة، تمام؟ عشان أورجيها للشخص اللي بعدها وشوف شو الترتيب. ها؟ هذا الشاب. قيمه شكله من 10. 3. لا، 3. هذا هو؟ لا مو هذا هو، هو شخص مرق معي بطلع بالهي ومشي. 1. 6. 6. 3.
واحد ايه ليكم ما احلاش. شو توقعوا هيك من شكله شو بيشتغل ممكن؟ موظف. انا حاسته بيشتغل محل ثياب هيك من شكله. هو قال هيك ها، قال انه انا بشوفوني ناس بيفكروني بشتغل بمحل ثياب، بس هو ما بشتغل محل ثياب يعني. ايه صطيه ايه شو ببيع؟ كمان ببيع يمكن اواعي بلا يعني ثياب هيك. كلكم مصرين او اكل او اكل. طيب توقعوا من شكله شخصيته عصبي هادي رايق؟ لا كثير هادي. ايه هادي كثير. لا باين عصبي. هذا الشاب اعطاني، انت شايفتي عصبي. هذا الشاب اعطاني ثلاث معلومات عن حاله، في وحده منهم كذب. ثلاث معلومات انه هو متواضع، هو بيشتغل خياط، والشغل ثلاثة طوله 190 سم. شو الكذب؟ 190 سم طوله كذب. ما هي الكذب. ليش ليكوا هو بيشتغل بخياطة وانه خياط هيك كمان. شو هو الكذبه؟ الخياط. خياط كذبه. ليش انه شو او حاله شكله انه بخيط؟ ايه ده شو شكله لك؟ كان نزل الطاقيه. هو بيشبه حاله انه العالم انه بتقول انه هو بيشتري ثياب، ليش ما يكون خياط؟ لانه يعني هو بيقولوا عنه بيشتري ثياب، بس هو ببيع ثياب، بس هو ما ببيع ثياب. ايوه عليه. شو الكذبه بيناتهم؟ خياط. خياط. خياط مو خياط. هلا الصوره انا مقربها تمام اوكي. ليكم مقرب الصوره عشان ما مبين قديش طول الشاب. اذا عملنا هيك شو الكذب؟ طوله. شو قلت لكم؟ معناتها مو خياط. طيب نجي لشغلة ثانية، قديش قيمي شكلك من 10؟ أنا بحب ثقتي بحالي 10. 10، قديش قيمي شكلك من 10؟ 10. 10؟ كله 10، قديش قيمي شكلك من 10؟ 10. إذا ما شفنا حالنا هيك حلوين ما حدا بيشوفنا حلوين. بعيداً إنه إحنا واثقين من حالنا، إحنا واثقين من حالنا، نحن أحلى عالم بالعالم، تمام؟ منطقياً لما تطلعي حالك، قديش قولي هيك تقيمي شكلك من 10؟ 10. 10. مصرين يعني. طيب شو الصفة عنك بيشوفوها العالم هيك اول ما شافوك بيقولوا هيك صفتها هي؟ انه حلوه ولا مش عصبه؟ بغض النظر حيه. ايه لو فرصه حيه العالم. شايفه حالي كمان هي حيه. هيك كنا حياه كبرى. لا لا حبابه وهي ياي. لا ابدا لقيمه. لقيمه بشوفك العالم. طيب بدي معلومه صح ومعلومه كذب عن حالك. اثنين منهم صح عفوا وحده كذب. ايوه ما بعرف انا بقول 160. كذب ولا صح؟ لا شو قصدك؟ انا صح؟ ما بعرف انا اكيد ما بدي اعرف انا. 160 وصف حادي 10 هي كذب. انك عصبية. ايه اني عصبية. اعطيني ثلاث شغلات. الكذب انه عايشة برا البلد، الحقيقة لا هلا انك عايشة برا البلد وجاية لهون زيارة. ايه اوكي. والحقيقة انه قلبي طيب طولي 167. بلا الطول لانه هي اخذت طول يعني. اني شخص هادي. لا هي ايه حقيقه صح هي. اوكي هلا انا هدول بدي اخذ صوره ورشي لشخص رح يجي بعدكم. شوف شو بيحكي. يلا وانا ايه رواق ما شكرا كثير لكم. قيمنا شكل هدول الصبايا من 10. من 10 لابسه موف قديش؟ 4. 4؟ والله كارما كارما. طيب اللي لابسه اسوء؟ كمان نفس الشيء. 4؟ ايه يعني هي 4 وهي 4؟ مو كل هالقد لا عادي. 4 يعني. طيب شو بتتوقع هون الصبية صفاتها؟ صفاتها مثل شو؟ يعني عصبية، رائعة، هادية، متسرعة، كذا، من شكلها، من شكلها شو؟ لا ما في عصبية لا. هادية؟ ايه. طيب هون الصبية شو بتتوقع؟ يمكن شوية تكون انه هيك عصبية. عصبية. طيب الصبيتين هون حكوا لي ثلاث معلومات، في واحدة منهم كذب. على هون صبية قال انه هي كانت عايشة برا البلد واجت لهلا هون زيارة، هي توقع كذب ولا صح؟ كانت عايشة برا البلد واجت زيارة لهون. ما هو ايه يعني ما تستبعد هيك الشيء. كذب ولا صح؟ هلا انا كنت برا البلد وراجع. هي من شكلها كذب ولا صح؟ لا صح صح صح. اظن انه كانت عايشه برا البلد. طيب الشغله الثانيه انه هي رايقه ولا عصبيه، هي بحسها كذب ولا صح؟ هي قالت لك انه هي رايقه. صح هي رايقه. هيك مبين. طيب هلا هون الصبيه قالت عن حالها ثلاث شغلات، انه هي عصبيه وصف حادي 10 وطولها 160. انا قلت لك انه فيها عصبيه. ايه. صح يعني عصبيه صح. طيب صف حادي 10 صح كمان. صف حادي 10. صف حادي 10 ليش؟ هي قد عمرها؟ هي عم تقول لك في ثلاث معلومات وحده منهم كذب، صف حادي 10 وعصبيه وطولها 160، شو الكذب بيناتهم؟ الصف حادي 10 هي طولها 160. ايه وعصبيه. بعدها شوي الصوره بس شو؟ 160 تقريبا. 160 طولها. هلا نجي للصبيه يلي على الشمال، هي بتقول انه هي كانت عايشه برات البلد، هي توقع صح ولا كذب؟ صح. هي شخص هادي. شو كانت؟ وقلبها طيب. قلبها طيب. شو الكذب؟ شلون عرفت انه قلبها طيب؟ هلا الانسان ببين من شكله. شكله هيك انت من شكله عرفت انه هي قلبها طيب وكذا؟ واو
إجا دورك، قد ايه بتقيم شكلك من 10؟ شكلي من 10 9.5. حلو كثير هذا الحديث، قديش الناس بتحس هيك بتقيم شكلك من 10؟ نفس الشيء 9.5 وأكثر. طيب وأكثر، يا عيني أكثر يعني 10. أوكي، الناس لما تشوفك شو بتفكر إنك تشتغل؟ بتفكر إني بدرس. يعني بيقولوا إنه أنت ما عم... أنا لما يشوفني حدا بيقول لي أنت شو بتدرس دغري هاد. ما بيقول لك شو بتشتغل؟ لا. شو بيقولوا هيك صفاتك هيك مثلا عصبي رايق هادي؟ عصبي. أول ما يشوفوك بشوفوك هيك عصبي؟ عصبي دغري. أنا ما شفتك هيك بس إنه أوكي. حتى بيشبهوني لأخي الكبير بيقولوا لي إنك أنت مثله دغري عصبي. هذاك عصبي. عصبي كتير. بدي ثلاث معلومات، واحدة منهم كذب عن حالة. واحدة منهم كذب عن حالي. مالي عصبي، هاي أول واحدة. مالك عصبي يعني؟ مالي عصبي، هاي رايق. هاي كذب، رايق. أنت رايق، هاي كذب. هاي كذب. أنت عصبي. إيه. حلو، شغلة ثانية. شغلة ثانية مثل شو بدك؟ شي بالشغل، شو بتشتغل أنت؟ تلبيس صخر. تلبيس صخر؟ تلبيس حجر. تلبيس حجر، يعني هاي معلومة صح. صح. المعلومة الثالثة اللي بدي إياها صح. كريم، هاي الصح. والكذب يلي هي اني رايق، يعني انا هاي اوقات رايق او شغل تلبيس مزاجي. ايه. شغل تلبيس، شغل تلبيس صاحب. اوكي، بدنا ناخذ صوره نورجيها للعالم. هلا سؤال، انت اخر مشترك معنا بالتحدي تبع اليوم، بدك تعرف شو التحدي ولا لا؟ على كيفك. على شو هون والله، يا ريت العالم كله هيك. طيب نحن الفكره انه عم نصور الناس، تمام، عم نخلي الشخص اللي بعده يقيمه كشكل من 10. قبل ما ارجيك الشخص اللي معي، قد ايه بتقيمي شكلك من 10؟ يعني صعب تسال واحد يقيم نفسه يعني. يعني شيء 8 7. شو صفاتك هيك بس يشوفوك العالم بيقولوا انه هي شكلها هيك، شكلها عصبيه، شكلها هاديه، شكلها كذا؟ لا هاديه. طب بس يشوفوك شو بيقولوا بتشتغلي؟ ما بعرف، لانه انا حاليا طالبه جامعه. طالبه؟ إيه؟ ما بيقول لك مثلا انه انت شكلك مثلا كذا، دكتوره، قصه دنيا، مهندسه طياره، مضيف طيران؟ هلا حاليا لا، يعني انا مدرسه بدرس. بتدرسي؟ شو بتدرسي؟ ادب روسي. عيني عليك، ادب روسي. اعطينا هيك شيء كلمتين هيك علمينا. دوبري فيتشر. شو يعني؟ مساء الخير. مساء الخير. دوبري فيتشر. اعطينا هيك كمان كم كلمه. كدلا. تردينا مع الكاميرا. بدي احاول افهم شو حكيتي. حذري شو؟ قبل ما أرجيك الصورة، سردي شي شغلة على الكاميرا هيك، حاولي مثلا بس عم تشرحي بإيديك، أنا حاول أفهم شو حكيت. دوبري فيتشر، كاكديلا، سيكدا، يا أوتشن، باغودا، يا أوتشن خرشو، أوتشن جار. شوي خرشو، ما خرشو، شو هذا؟ إنه الجو اليوم كتير شو. يعني أنت قلتي مساء الخير، الجو اليوم كتير شو. تمام، مساء الخير. طب هي خرشو شو يعني؟ يعني منيح، يعني جيد. طيب فكرة، رح ورجيكي شاب هلا، هذا الشاب. تمام. هلا قيم حاله هو تقييم، فأنت بدي تشوفي كشكله قد ايه بتقيمي من 10؟ قد ايه قيم حاله لأعرف؟ ما بغض النظر، قد ايه بتقيمي شكله من 10؟ 7. 7؟ ايه. ليش مو 10 مثلا؟ هلا أول شيء لو نحيف. نحيف؟ ايه. طيب شو بتوقعي مثلا بيشتغل؟ هلا شكله بيشتغل في شركة، ما بعرف. شركة؟ شو الشركة بيشتغل فيها؟ شلون عرفتي إنه من شركة؟ هيك من هيكله يعني. هيكله؟ هيكله هيكل شركة؟ لابس أسمر. لا وشه قميص اسود؟ لا هو لابس اسود. اسمر ولا اسود؟ اسود. طيب يعني شو هيك مثلا دراكي انه هذا بيشتغل بشركه مثلا؟ هيك من شكله. طب من صفاته عصبي، رايق، هادي، كذاب، ساده؟ هادي كانه. هادي؟ سامي. طيب شايف حاله ولا؟ ايه باين شايف. باين شايف حاله هيك يعني انه هيك مو همه. طيب يا ارض اشتدي ما حدا قدي. يا ارض هيك هيك باينته؟ طيب اذا يا ارض اشتدي ما حدا قدي وهيك كذا، قيميه اعلى ولا بتضلي 7؟ لا بضل 7، شو دخل الجمال بالصفات؟ بكيك واحد هيك احيانا بيعمل كاريزما لحاله وكذا. هلا انا عم اقول لك على الصوره. على الصوره يعني نحن عرفنا انه بيشتغل بشركه. ما بعرف اذا صح، انت قلت لي اني ما بعرف. انا مسألة يعني 7 من 10. 7. هو قال بدها تقيمني، دير بالك، هو قيم حاله 10 من 10، لانه شو بتقولي له لانه قيم حاله 10 من 10؟ خلص كل واحد بيشوف حاله احسن حلو هيك وظريف. تمام. بس هو يعني قال انه دير بالك، شو بتقولي له؟ دير بالي، دايره بالي. الا دايره بالي. شكرا كثير عليك. شكرا. باي.